جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فيما إذا فسخ العقد بينهما دون الدخول، هل هناك أحكام معينة يجب اتباعها؟ إذا فسخ العقد، يعني إذا أنهي العقد بفسخ أو طلاق قبل الدخول، فإنها تكون بائنة منه ولا عدة عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فإن كان قد سمى لها صداقا فإن لها نصف المسمى، ويرجع هو بالنصف الثاني إلا أن يسمح أحدهما بنصيبه للآخر، وإن لم يكن سمى لها صداقا فإنه يمتعها، معنى أن يعطيها كسوة وشيئا يطيب خاطرها. قال تعالى: ومتعوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني سميتم لهن صداقا، فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. بين سبحانه أن من سمي لها مهرا وطلقت قبل الدخول أنها تستحق نصف المهر، ويرجع هو بالنصف الثاني، يرجع الزوج بالنصف الثاني، إلا إذا حصل تسامح من أحد الطرفين للآخر بنصيبه فهذا أحسن. نعم.